بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم. أفديه من بطل مهيب إن سطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي. شهم نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي. جاءوا إلى ابن زياد فيه فمضرأ للقصر قد وافى غير مسلم. قال صعدوا للقصر وارموا جسمه. آه آه وويلاه على المظلوم. عليك يا ابنها. قال صعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوا يا مسلم. وين ذاك اليوم عباس يجيك بشيمته ومفرع الراس او يشوفك يوم صابك نذل الارجاس او هويت من القصر فوق الوطيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير. هذه السورة إخواني سورة الرحمن، وسورة الرحمن اليوم البحث حلو مشكل. وسورة الرحمن إخواني سورة مكية. وليش مكية؟ لأن آياتها قصيرة أو طويلة؟ قصيرة عادة، فما دام آياتها قصيرة السور ذو الآيات القصيرة عادة تصير سور مكية. السور اللي آياتها طويلة مثل البقرة مثل آل عمران آياتها خير من الله، هاش يصير مولانا مدنية. فسورة الرحمن سورة مكية عبارة عن 78 آية، جدا جميلة إخواني، بس توجه لي وبالتسلسل وحدة وحدة حكاية حكاية. عبارة عن 78 آية هذه السورة، احفظ الآيات 8 وأساس لك لين 78 آية هذه السورة من البداية إلى النهاية تتكلم عن النعيم وتتكلم عن نعم الله تعالى المادية والمعنوية. شنو الله سبحانه وتعالى أعطى إلى البشر؟ ماذا سخر لنا الله سبحانه وتعالى؟ الله يذكر لنا النعم هم المادية وهم المعنوية في هذه السورة، ولهذا لأن متروسة كلها نعم شو يقولوا لها؟ يقولوا لها سورة الرحمة، وبعض العلماء يسميها سورة النعمة. يعني كم اسم لها؟ بالأصل ثلاث، سورة الرحمن الأصيلة يعني الأصل، وسورة الرحمة وسورة النعمة، لأن كلها نعم من البداية للنهاية. في آية آيتين تطرقت إلى عقاب المجرمين فحسب بشكل موجز ومقتضب وتعدت بسرعة، زين الباقي كل النعم المادية والمعنوية. فيها آية مكررة وهي آية شنو مولانا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. من يدري منكم، بس لا سوون هوسة، من منكم يدري أنه كم مرة جاءت في القرآن هذه في السورة سورة الرحمن كم مرة هاي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 31 36 29 39 مولانا اجت في القرآن الكريم فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. احسنتم، 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. هي كم آية كانت؟ عافية بارك الله، 78. يعني من هاي 78 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. والجميل هنا مولاي، الجميل عجيب إخواني، القرآن عجيب، أن كل وحدة من هاي فبأي آلاء ربكما تكذبان موضوعها يختلف مع الأخرى التي سبقت والتي لحقت. يعني لما يتكلم عن الجبال يتكلم عن شو يقول؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. يتكلم عن البحار، مرج البحرين يرتقيان كذا، شو يقول؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يتكلم عن الجن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات إلى آخر، شو يقول؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. عن كل نعمة من النعم إذا ذكرها الله يأخذ تقرير من الإنسان، شو يقول له؟ اعتراف، يقول له فبأي آلاء، ليش؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنت تكذب بأي نعمة من الله؟ إحنا قاعد، هذا الهواء منين؟ من الله. هاي الأرض من الله، هاي السماء من الله، هاي الشمس من هو، كل شيء منين؟ من الله. هذاك واحد دخل على الإمام الحسين عليه السلام قال له سيدي أنا رجل مذنب وأحب أذنب، أستلذ بالحرام دون الحلال. الإمام نظر إليه قال له أنصحني أنصحني. الإمام قال له خلاص أنت أذنب ما شئت، لكن أكو كم شرط تأديهن. قال له وهو؟ قال له أنت تعصي الله فاعص الله على غير أرضه، أعصي الله مو إله مو على قاعة، وعص الله لا تحت سمائه. زين إذا أنت عصيت الله في مكان لا تحت سماء الله ولا على أرضه، قال ماكو غيره. قال إذا ما عندك ليش تعصي الله؟ أنت هذا هذه خيانة، أنت تأكل من نعمته ها و
وتعصيه، تتأكد من النعمة وتعصي الله سبحانه وتعالى، ذنبك مضاعف. فإذا الله شو يقول له؟ يقول له فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإجت بطريقة جدا جميلة وعلى وزن خاص تعطي جمال لهذه السورة، حتى قال رسول الله عن هذه السورة هي عروس القرآن، لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. وتعرف العروس شنو؟ العروس مو المرأة تو قاعد يزفونها، لا، العروس حسب اللغة العربية في كتاب لسان العرب مجمع البحرين بقية الكتب اللغوية الزوج والزوجة، يعني الذكر والأنثى، الرجل والمرأة اثنينهم في ليلة الزفاف شو يسمونهم؟ يسمونهم عروس. العروس يعني هم العروس وهم المعرس، يعني اثنينهم، بس احنا بالدارج نقول هذا مثلا عريس معرس وهذه عروس مثلا، مع ما ان العروس وشنو معناها العروس؟ لان العروس تسمى عروس الرجل والمرأة لأنهما في أتم الحالة من الإكرام والإحترام والتهيئة، كلها تركض وراهم وكلهم تشيلهم وكلها في قمة الإحترام في قمة الإكرام، بعد عريس وعروس هذول بعد كون معززين مدللين. كذلك مولانا العزيز زين الله يعبر عن سورة الرحمن بسورة بعروس القرآن، يعني مهمة زين. هسه قبل لا أبدأ أنا بسورة الرحمن وبشرحها وارتباطها بأهل البيت، خلي أعطيك فضيلة من فضائلها. إحنا عندنا مولانا قاعدة تسمى تجسيد الأعمال، عندنا يوم القيامة الأعمال الزينة والشينة تكون للإنسان شنو؟ جسد تتجسد. مثلا أكو بعض الناس بيهم سولة مولاي، دائما يسب ويشتم، يتعدى فلان شتمه، تعدى فلان سبه، تعدى فلان شتمه، شو يقول النبي؟ يقول إن السب والشتم يتبدل إلى حيات وعقارب في قبر الإنسان، حيات وعقارب، هذا كل سبه كل شتيمه تتبدل إلى حية أو عقرب الله يسلطها على الإنسان إلى يوم القيامة، يعني هذا كل البرزخ وياه هذه، زين؟ هذا يسمونه تجسيد الأعمال. شنو هذا مولانا؟ نجي إلى سورة الرحمن، شو يقول الإمام الصادق؟ أنا حافظ الرواية بس ما حافظها بالنص، أقرأ النص مالها. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تدعوا قراءة سورة الرحمن، دائما اقرأها. ليش؟ والقيام بها، يعني مو بس قراءة، القراءة وشنو؟ القيام يعني العمل بها، وإلا مجرد قراءة أخوه كله قاعد تقرأ، حتى فلان هم يقرأ، حتى علان يقرأ، كلها زين والشين كله قاعد تقرأ، حتى الشمر هم يقرأها زين. يجب شو يصير مولانا؟ القيام العمل بها. لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها، ليش؟ فإنها لا تقر في قلوب المنافقين، قلب المنافق ما تقعد، ويأتي بها ربها يوم القيامة في صورة آدم، يعني بشر زين، هذا يسمى تجسيد الأعمال، في أحسن صورة، يا سورة الرحمن، وأطيب ريح، ريحة طيبة وصورة جميلة، حتى يقف من الله موقفا. هذا الشخص لا يكون أحد أقرب إلى الله من هذه السورة، فيقال لها من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ يا اللي كان يقرأها زين، فتقول ربي فلان وفلان، اللي يقروني فلان وفلان وفلان كانوا يقروني ويعملوا بما فيها، يقول أوتوماتيكيا فتبيض وجوههم بمجرد أن يقول فلان وفلان يعني تشفع لهم وجوههم شو يصير؟ بيضاء. فتبيض وجوههم فيقال لهم، هذول اللي كانوا يقرونها أنتم يعني زين، اشفعوا في من أحببتم، تحبون من اشفعوا له، فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له، كل من اللي يحبونه شو يسوون؟ يشفعون له، فيقال لهم ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي لمن يقرأ سورة الرحمن، ايش قد جميلة مولانا ومختصرة يعني. الشاهد مولاي، ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول اللي يقرأ سورة الرحمن يوصل إلى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويقول لا بشيء من آلائك ربي أكذب، إن مات شوف إن قرأها فمات ليلا مات شهيدا، وإن قرأها فمات نهارا مات شهيدا، يعني في كل الأحوال إلى أجر الشهيد، إيش قد عظيمة هذه. زين خلصنا من عدها، الآن نبدأ بأول آية. أخواني توجه لعيني الآية، إيش قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن
علم القرآن. الرحمن شنو؟ الرحمن مأخوذ من الرحمة. الله هم رحمن وهم رحيم، واضح مولاي؟ بعض أسماء الله تقدر تسمي بها البشر، أو بعض أسماء الله ما نقدر نسميها للبشر. مثلا الآن لما تجي إلى لفظ الجلالة الله، ما تقدر تسمي واحد الله، كن شو تقول له؟ عبد الله، واضح مولانا؟ ما تسمي ابنك الله، لا، شو تقول له؟ تقول له عبد الله. كلمة الرحمن، اسم الرحمن من جملة الأسماء التي لا تجوز إلا لله، ما تقدر تسمي أحد رحمن، كن شو تسمي؟ عبد الرحمن. لا، اسم رحيم يصير. الله في القرآن سمى النبي بالرحيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا سمى النبي شنو؟ رحيم. إذا الرحيم تسمي ابنك وهذه سهلة، بس رحمن لا، إلا أن تسبقها كلمة عبد، تقول له عبد الرحمن. واضح حبيبي شنو صار؟ شنو معنى الرحمن؟ قبل لا أقول لك شنو معنى الرحمن، كلمة الرحمن إجت في القرآن 169 مرة فقط. في بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة جاية؟ عافية، 114. فمولانا العزيز إيش قال؟ قال الرحمن، الرحمن مولانا هو الذي رحمته عامة للمؤمن وللكافر، الرحيم الذي رحمته خاصة للمؤمنين بس. يعني مثلا الآن النظر، هاي العين، العين رحمة لو مو رحمة؟ العين رحمة، شوف العين رحمة، الخير يشوف والمخير هم يشوف، المسلم يشوف والمجوس يشوف والنصراني والكافر، كل الناس يشوف، صح ولا لا؟ هاي شنو؟ رحمة عامة، هاي يسمونها رحمة الرحمن. النفس، هذا الهوى، هذا الهوى شوف، هذا الهوى رحمة لو مو رحمة؟ رحمة مولانا، رحمة هذا، بس أنا أتنفس والمؤمن وغير المؤمن وكل الناس مولانا تتنفس، هذا يسمونها رحمة الرحمن. الرحيم لا، رحمة خاصة فقط لمن؟ بس للمؤمنين. مثل من؟ مثل ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولاية علي بن أبي طالب، رحمة لو مو رحمة؟ رحمة، رحمة. المؤمن مبتلى لو مو مبتلى؟ المؤمن نحكي وياي، مبتلى. المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. الآن أنتم تشوفون مذهب من مذاهب الأديان متمشكلوا على ضيم وقتل وذبح وسلب ونهب وتهجير، وهذه كلها أكثر من الشيعة ما موجودة، يعني خلال 1400 سنة، واليومك هذا يدقون على الشيعة ويذبحون بالشيعة ويهجرون الشيعة ويقتلون الشيعة مولانا. ليش؟ لأن نحن على الطريق القويم، واضح مولانا؟ لأن نحن على طريق الحسين، لأن نحن على طريق علي بن أبي طالب، نحن على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح مولانا؟ ولهذا اللي عنده ولاية علي مبتلى، عنده ولاية علي شنو؟ مبتلى. وهاي البلاء دلالة على من؟ على رحمة الله إلينا، لأن البلاء يدل على الإيمان، البلاء يدل على الإيمان، لأن ولاية علي بن أبي طالب هي الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما برز لعمر بن عبد ود العامر، ايش قال؟ قال برز الإيمان، عافية احكيها، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، يعني علي بن أبي طالب هو الإيمان بنفسه، واضح؟ إذا اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ولاية علي رحمة لو مو رحمة؟ رحمة، بس رحمة الرحمن لو رحمة الرحيم؟ رحمة الرحيم، لأنها خاصة لو عامة، خاصة لبعض الناس، واضح حبيبي؟ زين، إذن هذه بالنسبة إلى كلمة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بعد علم القرآن، هذا علم القرآن، تعرفون من منكم يدرس اللغة العربية، كلمة علم هذا من جملة الأفعال اللي تأخذ مفعولين، ما تأخذ مفعول واحد، تأخذ مفعولين، واضح مولانا؟ فهذا علم القرآن، الله علم القرآن لمن؟ لمن؟ النبي، الإنسان، خلينا نشوف بالله بيه ثلاث آراء. الله يقول علم القرآن، هذا علم القرآن لمن؟ علم القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الآن الصغير والكبير يقدر يقرأ القرآن، صح ولا لا؟ العربي بمجرد قراءة القرآن يفهم القرآن وما يفهم ولا لا؟ الله يسره، زين، علم القرآن لمن؟ ثلاث آراء. الرأي الأول قالوا الله علم القرآن لجبرائيل والملائكة، لجبرائيل والملائكة، لأن جبرائيل الله علم القرآن، جبرائيل علم من؟ علم النبي، لأنزله علما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد. الرأي الثاني قالوا لا، علم القرآن أي علم القرآن إلى الحبيب المصطفى محمد،
صل على محمد. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا لا لا، إنما علم القرآن إلى الإنسان، إلى الإنس والجن مطلقا. القرآن علم إلى الإنس والجن مطلقا. ياهو اللي علم القرآن؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أول معلم ياهو الله، أول معلم الله. شنو الدليل؟ اسمع أعطيك كم آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. علم ياهو الله، إذن المعلم الأول هو. نقرأ في آية ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، خاف أنسى الآيات أنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من، اقرأ وربك الذي علم بالقلم. إذن المعلم الأول ياهو الله سبحانه وتعالى. هذه الآية كذلك شو تقول؟ علم القرآن، إذن المعلم الأول الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلم نور يقذفه الله، لأن المعلم هو يقذفه الله في قلب من؟ من يشاء. زين نكمل الآية. إيش قالت؟ قالت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. زين ليش؟ ليش خلق الإنسان؟ الآية بيها تقديم وتأخير لما بيها تقديم وتأخير؟ الله سبحانه وتعالى أول كون يخلق الإنسان نبي يعلم القرآن، وما يعلم القرآن قبل لا يخلق الإنسان، صح ولا لا؟ حسب الترتيب كل شيء يصير، حسب الترتيب كون يقول خلق الإنسان علمه البيان، النبي يقول علم القرآن، ها؟ كون يأخر تعليم القرآن يأخر من بعد خلق الإنسان، بس ليش قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؟ واضح شلون صار السؤال مرة؟ واضح مرة؟ زين، لأن الترتيب الله كون أول يخلقنا ويعلمنا نحكي، هالنوع شنو مولانا؟ يعلم القرآن، بس هنا قدم تعليم القرآن حتى على خلق الإنسان. الله يقول أنا علمت القرآن قبل خلق الإنسان، هاي شلون يصير؟ ما يصير يعني. نقول لا يصير. هذا التقديم علمًا، هذا هذا التقديم يسمونه للتعظيم. هذا التقديم للتعظيم. زين، صار الإنسان من بعد، لأن مصير الإنسان وسعادة الإنسان يعرف الخير والشر، وسعادة الإنسان بمن؟ بالقرآن. زين، القرآن كتاب قانون، كتاب قانون يعرف الإنسان، يعلمك طريق الخير من طريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عن طريق ماذا؟ عن طريق القرآن. يعني مولا خلص لك سؤال، أنا خلص لك سؤال هسه. أنت تأخذ لك غسالة، هاي الغسالة خلونا ببطنها مولانا شنو؟ فرد كتيب صغير مال شنو؟ تعليم، صح ولا لا؟ كتالوج صغير، شو تقولون أنتم؟ ها اي هذا الكتالوج، هذا هذا الزغير يعلمك الاستفاده. بويا خلي له هلقد كيلو ماي، صح لو لا؟ النسوان اسم عني. زين، خلي له هلقد ماي، هلقد خلي كذا، هلقد شغلها، هلقد تحمل، صح لو لا؟ اذا تخالف تخرب، لو ما تخرب تخرب. المكناسه، هاي المكناسه، المكناسه الكهربائيه بها فرد كتيب صغير يعلمك، صح لو لا؟ يعني كل سلعه هاي الزغيرونات هذني مولانا الله. الله شو مخلين الجماعه؟ مخلين كتيب. زين، الله خالق له ماكينة كبيرة. زين، هاي الماكينة ماكينة الإنسان، هاي ترى هذا جهاز ماكينة، شبيها بها قلب وبها رية وبها كل شيء بها، واضح مولانا؟ هذا أنت ماكينة، ترى أنت ماكينة، ماكينة خلقها الله سبحانه وتعالى. إذا هاي المكائن الصغار تحتاج إلى كتالوج ودليل يدليها هذا زين وهذا مو زين، حق خلي ماي حق الناس، الله ما يخلي الإنسان تاية. هذا الجهاز المتكامل اللي هو الأنس، الإنسان اللي يقول عنا من عرف نفسه فقد عرف ربه. كون يخلي لك كتاب لو ما يخلي لك كتاب؟ يخلي لك كتاب. هذا الكتاب شنو اللي خلى عنا؟ القرآن خلى عنا يا بني آدم هيك امشي، هيك اكل، هذا حرام، هذا حلال، هذا مستحب، هذا مكروه، سوي لا تسوي، امر ونهي، واضح مولانا؟ اذا القرآن كتاب ماذا؟ كتاب دليل، كتاب قانون. اذا اراد الانسان السعادة والاصلاح لابد ان يمشي عليه من على هذا الكتاب، واضح مولانا؟ زين نكمل. شو يقول؟ يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا البيان شنو معناه؟ البيان مأخوذ من التبيين، تبيين الشيء. يقول ذاك الشيء بين، بين على شنو؟ واضح، واضح مولاي. البيان شنو معناه؟ البيان كل ما يفصح الإنسان عما في جوفه يسمى بيان. مثلا النطق بيان، بعض الناس ما يعبر باللسان، يعبر بمن؟ بالكتابة. إذن الكتابة شنو؟ بيان. بعض الناس ما يعبر بالكتابة، يعبر بالإشارة، مثل الأخرس. الأخرس ما يعرف يكتب مثلا ولا يعرف يحكي، شلون يوصل المفهوم؟ بالإشارة. إذن هاي الإشارة شنو؟
بيان زي سؤال. الإنسان كله عجائب، الإنسان كله عجائب، ليش من بين هاي العجائب كلها خص البيان بس، خص النطق؟ تعرفون النطق فصل للإنسان من دون الحيوانات والمخلوقات، بس الإنسان يحكي. ولهذا أهل المنطق شو يقولون؟ الإنسان حيوان شنو؟ ناطق. واضح مولانا؟ يعني ينطق. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في الإنسان فضيلتان خصلتان، عقل ومنطق. منطق يعني شنو؟ نطق. شو نسوي بالعقل والمنطق مولانا؟ شو نسوي؟ قال فبالعقل يستفيد. توجهوا شباب، بالعقل شو يسوي؟ يستفيد. مثل ما أنت قاعد شنو مولانا؟ قاعد تشتري، يا هو هذا العقل. فبالعقل يستفيد، وبالمنطق شو يسوي؟ وبالمنطق يفيد. بالعقل يستفيد، بالمنطق يفيد. شو يريد يقول الإمام علي؟ يقول أنه لا تتكلم إلا بما يفيد. إذا حكيك ما بي خير، إذا حكيك ما بي فائدة، شو تسوي؟ اسكت، لا تحكي. واضح مولانا؟ أكو بعض الناس يحكي له ساعة خطة خطة هو لبن، نفس الشيء. زين؟ ما بي أي فائدة من كلامه، ما بي أي شيء، واضح مولانا؟ لكن بعض الناس ولو يتكلم قليل لكن كلامه فيه الفائدة، لأن الإمام علي يقول لما تتكلم فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. مر على واحد يحكي وايد، الإمام علي عليه السلام شاف واحد وايد يهذي، زين يتكلم هواي، فقال له ويحك ويحك إنك تملي على صاحبك. هاي الجماعة أنت تحكي وهذول شو يسوون؟ يسجلون، قاعد يكتبون هذول الاثنين. أنت تتعب هذول شنو؟ ما يتعبون. لو تحكي 24 ساعة هذول يسجلون عليك. زين تتكلم بأي كلمة يوم القيامة شنو مولاي؟ محاسب عليها أنت. ولهذا الله خص البيان من بين كل الأشياء اللي عند الإنسان. ليش؟ لأن من أعجب الأشياء عند الإنسان هو شنو؟ النطق. هذا الكلام أنت بتوجيه لي شنو قاعد أحكي أنا؟ أنا قاعد أحكي مولانا هذا من أعجب الأشياء اللي الله علم الإنسان، وهي شنو؟ النطق. أعجب شيء عند الإنسان، عجيب. بس إحنا مو يوميا درد نحكي هواي، ضايع السالفة، ما حد يتوجه حقيقة يعني. وإلا شوف، تعال أنا أقول لك، شوف أخواني، شوف إحنا عندنا هنا رية، هاي الرية شو تسوي؟ تنترس، نترس هواء. إذا انترست هواء رد نحكي، سبحان الله. شو تسوي أنت إراديا؟ الله مطيك الإرادة، تضغط الرية، الهواء وين يوصل؟ يوصل للحنجرة. هاي الحنجرة سبحان الله مثل بوري، ها؟ لا غير الأوتار، بعدنا واصل لحد الحنجرة. الحنجرة شو تسبب؟ تسبب صوت، سبحان الله. شلون الله خالقها بحيث شو تسبب صوت؟ شايفين انتم هذا البوري لولا على قولتنا، ها تقولوا له لولا؟ زين هذا البوري لولا هذه مولانا، في بعض الاوقات لو تخليها قبال الهواء شو يصير بيها؟ يصير بيها شنو؟ صوت، صح لولا؟ اذا هذا الريه من تعصرها انت الصوت منين يوصل؟ يوصل الهواء، يوصل للحنجره. الحنجره شو تسبب؟ تسبب صوت. اذا تريد صوت خافت ضعيف، الهواء قليل، تعال. زين اذا تريد قوي تقول تعال. هاي منين؟ اذا تضغط على الريه شويه حيل يصير الصوت عالي، شويه على كيفك مولانا الصوت شو يصير؟ ناسي. هذا منين؟ من الحنجره. توصل هذه للاوتار، الله خالق لنا اوتار، هاي الاوتار ناعمه وظريفه تهتز. زين اذا وصل الصوت للاوتار، هاي الاوتار تميز الصوت. شوف واحد يريد يبين الرضا مالته شو يسوي؟ يعني راضي، يقول راضي. شوف يا اللي سواها الأوتار، مو راضي، صحيح ولا صح ولا؟ هي نفس الأوتار نفس الصوت، لكن يا اللي سببها مولانا، سبحان الله. شنو هالقوة؟ الآن واحد في حال غضب صوته بالغضب يختلف، إذا يغضب يختلف، إذا يرضى يختلف، إذا فرحان يختلف، إذا يحب له شيء يختلف، سبحان. إذا حزنان من صوت الإنسان تعرف هذا حزنان، هذا كئيب، هذا فرحان، هذا يحبك، هذا يكرهك، منين؟ من صوته، سبحان الله. زين هذا ياهو اللي يسببه، يسبب الأوتار، هاي الأوتار اللي تلعب. نفس الهوى، نفس الهوى، بس سبحان الله شنو من قدرة اللي أنت تقدر تغير صوتك شلون ما تريد بأوتارك. زين توصل وين؟ هاي من الرية وصلت للحنجرة صار صوت، وصل للأوتار تسوي للصوت شنو مولانا؟ يسوي له فرد حالة خاصة، يوصل للفم، اللسان. شوف 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 اللسان والأسنان والشفاه، ثلاثة يشتغلن ما يخطئن، يشتغلن يقطعن، يقطعن الصوت على قياسات دقيقة جدا، يسبب لك الأحرف. شوف مثلا ب ب ما عندي شفاه، إذا ما عندي شفاه الصوت يطلع قبل، ما تقدر تلفظ الباء، صح ولا لا؟ اللي يقطع الصوت على قياس شنو؟ ب، ها؟
مثلا يا هي الاسنان ضروس ما عندك تقراها ما تقدر تقراها روح قبل الهواء صح لو لا لا يعني قاعد احكيها بصراحه بدي اقول لك انه سبحان الله هذا الهواء وين يوصل يوصل للحنجرة يسبب شنو هواء الهواء يوصل للأوتار يسوي حالة معينة يوصل للأسنان واللسان هاي أعطيتك مثال للشفاة الباء ومثال للسين الأسنان ومثال لللسان الراء إذا ما عندك لسان ما بيك تتلفظ الراء إذا هذين الثلاث شو يسوون مولانا شوف أنا قاعد أحكي سريع أنا قاعد أحكي سريع وهذا إنش قد سريعات وش قد ينظمن اللي يقطعن صعب 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 إحنا ما ندري ماكو ماكينة بالعالم هيك ماكو ماكينة بالعالم أسرع من هاي الماكينة هذا الجهاز اللي قاعد يشتغل يقطع الأصوات بسرعة بسرعة على قياسات معينة يقطع وينطيك كلام مفهوم موزون دقيق ما تخطأ وتعرف المفهوم سبحان الله هذا ياو يقدر عليه سبحان ربك رب العزة عما إذن عملية النطق سهلة لو صعبة جدا صعبة بس احنا هواي نحكي يومية ضايع السالفة زين ما نتوجه إلى هذه القدرة الإلهية وهذا الإعجاز الإلهي اللي الله قاعد يعطينا هذا ولهذا الله من بين هذه كلها ايش سوى مولانا ذكر البيان قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان شنو علم بعدين تعال عدد اللغات بالعالم ايش قد في كتاب دائرة المعارف لفريد وجدي يقول عدد اللغات مو اللهجات بس اللغات عدد اللغات في العالم أكثر من 3000 لغة شنو هذا البيان شنو هذا؟ بعدين غير اللهجات الآن تروح إلى إيران في إيران قرية وقرية مسافتها كلش قصيرة هاي القرية ويا هاي القرية لهجت هاي القرية وهاي القرية تختلف قرية وقرية لهجته تختلف هذا شنو مرة بيان لو مو بيان هذا كله بيان زين إذن خلق الإنسان علمه البيان إذن خص البيان لأنه من أعجز الأشياء في الإنسان زين هذا من جانب هسه نرجع للتفسير يقول من هو الإنسان اللي الله علم البيان ياهو كم رأي بيها الرأي الأول قالوا الله علم البيان علما هذا الإنسان ياهو قالوا الإنسان آدم هاي آراء هسه هاي روايات الإنسان آدم والبيان هي الأسماء التي علمها لآدم في سورة البقرة بالأقراه وياي وعلم آدم الأسماء كلها فصار الأسماء هي بيان والإنسان شنو؟ آدم المعلم خو الله إذن علم آدم الأسماء اللي هن بيان هذا واحد الرأي الثاني قالوا لا الإنسان البيان هو القرآن البيان هو القرآن والإنسان الذي علمه القرآن هو محمد المصطفى هذا من الرأي الثاني الرأي الثالث قالوا لا الإنسان هو مطلق الإنسان كل إنسان علمه البيان علمه النطق علمه الحكي واضح مولانا الآراء ثلاثة صحيحة لا ضير فيها لكن أكو رأي أكو بعد عندنا رأي ما يقبلون البعض بس كيفهم زين شنو الرأي قال لا الإمام الرضا عليه السلام يقول خلق الإنسان علمه البيان أي خلق أمير المؤمنين فعلمه بيان كل شيء اللهم صل على محمد وآل محمد لأن علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب بيان لكل شيء يسند هذا الرأي أكو آراء طبعا لا ضير ولا ضرر في جمع هذه الآراء عندنا آية في سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ها هذا رأي أعطيك بعد آية زين بسم الله الرحمن الرحيم ومن عنده علم الكتاب يا كتاب يعني القرآن يعني علي بن أبي طالب عنده علم الكتاب بأجمعه القرآن شنو مولانا تبيان لكل شيء إذا كان القرآن تبيان لكل شيء كل علم القرآن عدمن عند علي بن أبي طالب خلي أقرأ لك رواية زين في عن الإمام نعم السجاد صلوات الله وسلامه عليه في كتاب تأويل الآيات الظاهرة صفحة 613 يقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام الإمام السجاد ما أعطى الله نبيا إلا أعطى محمدا مثله الله صل على خلي السيرة شوي أعلى منها وجه مولانا ما أعطى الله نبيا شيئا إلا أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مثله وأعطاه يا وأعطاه يعني رسول الله
يعني الله أعطى رسول الله وأعطاه ما لم يعطهم، يعني أعطى النبي اللي حتى للأنبياء ما أعطاهم، وما لم يكن عندهم اللي مو عند الأنبياء عند من؟ عند النبي. وكل ما كان عند رسول الله فقد أعطاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كل ما عند النبي اللي عنده أشياء الأنبياء ما عندهم، الله أعطاه أشياء الأنبياء، هاي كلها أعطاها لمن؟ لأمير المؤمنين، ثم الحسن ثم الحسين ثم إماما بعد إمام إلى يوم القيامة. إذن مولاي العزيز بيان لكل شيء، مو بيان لكل شيء، بيان لكل شيء، لأن عندهم علم الكتاب والكتاب تبيان لكل شيء، وهذا العلم كله عدما عند آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقية الآية اللي هي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بها تفسير جدا وجيز، جدا وجيز، بس احنا نكتفي لهذا القليل لأنه لابد أن نعرج هم على المصيبة وهم كن نطي حق صاحب هذه الليلة. هذه الليلة رجل إخواني عجيبة، رجل الحسين يعرفه شي يقول أرسلوا أبعث إليكم أخي بعد وابن عمي وثقتي. الله الله، تعرف أنت تعرف عظم هالكلمة هاي؟ يعني مو أنا أحكيها، لو أنت تحكيها، لو ملك يحكيها، لو وزير. الحسين إمام مفترض الطاعة معصوم يقول ثقتي، يعني مسلم بن عقيل ثقة الحسين عليه السلام. في مكان آخر شي يقول المفضل عندي من أهل بيتي، المفضل يعني صاحب فضل عندي، هذا صاحب فضل عند الحسين سلام الله عليه لهالدرجة. هذا مسلم بن عقيل، هذا صاحب المقام الشامخ والعظيم الكبير في عين الحسين عليه السلام، رجل محنك بالسياسة زين، بليغ فصيح، شجاع أشم. من شجاعته كان يأخذ الرجلين فيضرب بعضهما البعض، ومن شدة بأسه هذا إذا نزل إلى ساحة الميدان يقف شعر بدنه، وتدرب الشجاعة والقتال والحرب تحت يد عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. زين، واشترك مع عمه أمير المؤمنين في صفين، وكان صاحب الميمنة لعلي أمير المؤمنين مسلم بن عقيل، ورجال هين بطل همام ثقة الحسين عليه السلام. ولهذا مولانا العزيز الحسين كان له ثقة كاملة وتامة بمن؟ بمسلم بن عقيل. هذا الرجل أرسله الحسين عليه السلام. هسه هذا الرجل تزوج ببنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، بنت أمير المؤمنين اسمها رقية، خلفت له أولاد. هسه هاي مجموعة أولاده من أم ولد، يعني من أمه ومن بنت الإمام علي، مجموعهم خمسة على رواية أربعة وعلى رواية خمسة. اثنين منهم علي ومحمد الأكبر، هذا علي يختلفون باسمه، علي ومحمد الأكبر قتل مع خالهما الحسين عليه السلام، قتلوا بكربلاء أولاد مسلم بن عقيل. اثنين منهم إبراهيم ومحمد الأصغر قتلا في زمن الطاغية، زين، أحد الطغاة قتلهما في زمن عبيد الله بن زياد، المعروفين بعد أولاد مسلم المعروفين الآن بالمسيب. هذول أربعة أولاد، عند بنية واحدة ياهي حميدة بنت مسلم. أي هذا مسلم ابن عقيل بايعوه 18,000 بيعة في يوم واحد، لكن ما إن دخل عبيد الله ابن زياد وإذ الرجال نكثوا ببيعة الحسين عليه السلام، بقوا من 18,000 بقوا 10 بس، 10 إيه. فأخذ يصلي صلاة المغرب والعشاء، شوفوا المظلومية لأي درجة، يصلي صلاة المغرب والعشاء، التفت وإذ لم يجد أحدا، وحيد فريد في بلدة مدينة غريبة لا يندلها، لا يعرف من يروح، لا يعرف أهلها وأعداء. ومولانا العزيز أعلن خلوا جائزة من يأتي بمسلم بن عقيل حيا أم ميتا له كذا من الجائزة. أهل الدنيا أهل المطامع ظلت انتشرت بهذه المدينة، مدينة الكوفة في الكوفة، وظلوا يدورون على مسلم بن عقيل. طلع يتخطى ويمشي من مكان إلى مكان، ما يعرف مكان مولانا، وإشاف امرأة. أي أريدك أنت تهيئ المجلس لنفسك الآن.
طفوا لي الضوء مولانا. شاف له امرأة هذا تدخل وتخرج، عدها في باب دارها، تخرج من الدار وتدخل كأنها تنتظر شيئا، وبالفعل كانت تنتظر ولدها. اي والله بارك الله فيكم، انت شجعني على قراءها. يقول نظرت اليه ونظر اليها، قال امت الله هل لك شربة ماء تسقيني. هذا الغريب. طفوا ذاك الظلام، طفوا. ها اي هل لك شربة ماء تسقيني؟ قالت بلى. راحت جابت له قدح من الماء. بالعافية عليك، والله اللي يبكي والله بالعافية عليه، والله بالعافية عليه. ترى اللي يبكي والما يبكي، الما يبكي يتحسد هذا اللي يبكي. ها يقول يا ريت انا مثله، اذا دمعتك ما تنزل خل قلبك ينعصر، خليك مع الحسين، خليك مع مسلم بن عقيل هذه اللحظة هذه الساعات. ها واخذ اجرك وثوابك واخذ حاجتك ومريضك ان شاء الله منها. ها قلت بلى. سقته شربة من الماء، فجلس عند باب دارها. رجل شريف من بني هاشم يقعد بالباب، الله يقعد بالباب مولاي. يقول وإذ خرجت مرة ثانية شافت مسلم جالس، قالت يا هذا قم من باب داري. ثم دخلت ثم خرجت بعد مرة شافت جالس ما يجاوبها، قالت يا رجل لا يحل لك الجلوس بباب داري، قم واذهب روح. يقول سكت. ماذا تريد يا رجل؟ شو تريدها؟ يقل لها يا وعانا مستديرة. أقولها لو لا، والله بالعافية عليك. الله أكبر، الله كبيرة هالحجاج. يقل لها يا وعانا مستديرة، أنا لا أهل علمي ولا عش أو لا عشيرة عشيرة، غريب الدار وأهلي بغير ديرة، ومثل حيرتي ما جرت حير حيرة. أنت منها حيرة؟ أنا مسلم الفاجد نصيرة. على الرحب وسع سيدي ومولاي، أدخلته إلى دارها قدمت له العشاء فأبى ذلك، انشغل بالعبادة والصلاة كجده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ما إن بزغ وجه الصباح وإن سمع زعقان الخيل وأصوات الرجال، أخذ السيف وخرج إليهم، احتوشوه من كل جانب ومكان، أخذ يضرب الأعداء يمينا وشمالا. أين المنادي وسيدا؟ لا تخجل لا تخجل على هاي المظلومية. أيوة مسلمة، أيوة مظلومة. يضرب الأعداء يمينا وشمالا وطوع على سطح دارها. يا مسلم ويا ذاكر يا عمك يجيك عينك غارج بدم بعدها وحيد وما حد من الناس يم. الله أكبر. احتوشوه بالسهام والنبال، ضربوه بالحجارة والنار رموه، رفع صوته قال ما لكم تصنعون بي كما يفعل بالكفار؟ أنا من بيت آل الأبرار، من بيت محمد المصطفى وعلي المرتضى، فقد طهرهم الله تطهيرا. لكن ما فاد مولانا، أخذ يضربوه يمين وشمال، ومحمد بن الأشعث يرسل إلى عبيد الله مدني بالرجال والخيل، قال أعطوه الأمان، حفروا له حفيرة، عظم الله لكم الأجر. واستقبل في تلك الحفيرة وضربه بكر بن حمران على شفته. أين المنادي وسيدا؟ أيوة مظلوم. على حساب الحسين اصرخ اصرخ لا تخجل. أيوة مظلومة، فرح قلب الزهراء. أيوة مسلمة، وطوع على سطح دارها. يا مسلم رايت تسلم.
اسمع يا لا لك خي ولا بني عم أوثقوا أخذوه إلى عبيد الله بن زياد. جرى ما جرى بينه وبين عبيد الله، أمر اللعين بضرب عنقه، أخذوه إلى فوق قصر الإمارة. التفت مسلم بن عقيل: يا باكر أريد أن أصلي ركعتين. قال: صلي، صلاتك لا تقبل. صلى ركعتين ثم توجه إلى الحسين، قال: السلام عليك يا أبا عبد. ثم بكى مسلم. قال باكر: أتبكي خوفا من الموت؟ قال: لا والله لا أبكي خوفا من الموت، لكن أبكي على الحسين وآل الحسين. عظم الله لكم الأجر، قدمه إلى الذبح وهز سيفه وضرب مسلم على عنقه. أين المنادي ومسلما؟ أيوا سيدا. عظم الله لكم الأجر، ألقوه من فوق قصر الإمارة وسحبوه في أزقة الكوفة. خويا ينجار عاد يستجير يكون ينجار عن جتل حليف الشرف. أخوي ينجار مثل مسلم صدق بالحبل، ينجار ينجار وتتنامس بجتل علوج ومي. هاي مصيبة، هاي مصيبة. يقول كأن الحسين سمع صوت مسلم، قام هو في زرود، قام وين راح؟ ها؟ وين راح؟ عند بنية اسمها حميدة. يقول أخذها وأجلسها الحسين في حجر ومسح على رأسها كما يفعل بالأيتام، ثم مسح على رأس سكينة إلى أن رجعت السبايا إلى الكوفة. رجعت السبايا إلى الكوفة، الباب أطرق الباب، إجت امرأة محدودة بت الظهر، حميدة بنت مسلم أريدها موجودة لولا؟ قالوا لها: بلى أمة الله، منو أنت؟ قالت: أريد حميدة، أذكرك بها لولا؟ قل لك: من هاي المرة وسمعتها. إيه يقول دخلت هذه المرأة، شافت حميدة حال اليتيم، واضع رأسها بين ركبتي وتبكي: أمة الله من أنت؟ أنت حميدة؟ أمة الله من أنت؟ أنت منو؟ قالت: أنا من بيتكم، ماني غريب خويا، أنا من بيتكم ماني غريب، وانا بعيني شفت اول مصيب. منو انت؟ انا الطوعة يا حميدة، انا الذي انا التي اويت اباك ورأيت اباك. قعدت البنية مكسورة خاطر، تقلها: عم يا طوعة احكي لي حاله. على كيفها: عم يا طوعة احكي لي حاله، من طاح يا هد النار. عزيز عزيز الأبو، عندك أبو لولاها؟ يا هد دمالة غسلوا عن القاع الشاي، أنا يا والدي والله قضي، أنا صير من زغريتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين. بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله، اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. على جروحي